السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت طلبت من الذكاء الاصطناعي زي مثلا شات جي بي تي او جوجل بارد دلوقتي بقى اسمه جيميناي اي بحث وكتب لك البحث اي نعم، لكن انت شاكك في بعض الجمل، بيقول لك ان صلاح الدين هزم الحيثيين في موقع تنجلوت، فانت حاسس ان الكلام كله بشكل على بعضه. فالموقع دوت ميرور سينك بيبدأ تديله الحاجة وهو يتأكد لك منها ويديك اذا كانت صح ولا غلط، تمام؟ فدي حاجة مهمة جدا. لو انت عندك مثلا بيبر معينة ممكن تداله فهو يفحصها لك ويقول لك اذا كان في اي مشاكل خالص او في اي حاجة، يبدأ ان هو ينبهك على المشاكل الموجودة فيها. يعني الموقع ده للناس اللي عايز يكتب حاجة اكاديميك وشايفة ان في اي مشكلة خالص، فيقدر ان هو يسأل زي ما هو عايز. طيب هو هنا برضو مديني تولز موجودة زي ويب ريسيرش، زي حاجات خاصة مثلا بريد لينك، يعني بيساعدك ان انت تتأكد من المعلومة. لكن انا استهلكت الحاجة التجريبية قبل ما اعمل الفيديو. هو بيقول لك لو انت عندك حساب اكاديمي يعني بينتهي بتاع الجامعة او كلية او اي حاجة، خلاص ممكن يديك حساب تشتغل بيه. هو بيقول لك ان انا لازم اعمل ابجريد وادفع فلوس، لان تكلفة ان هو يشغل سيرفرات قوية تتأكد من المعلومة ده بيكلف فلوس. فهو الموقع قوي جدا، لكن للاسف محتاجين انتوا تجربوه، او انا ان شاء الله هحاول اشوف بالحساب الاكاديمي بتاعي اعمل فيديو تاني يكون في شرح للطريقه. هي الفكره كلها ببساطه ان انا بقول له انا عايز اتاكد من البحث او عايز اتاكد من المعلومه، وادي له المعلومه تمام، هو يقول لي اه او لا ويبدا ان هو يناقشني فيها. نفس الكلام ممكن تروح لشات جي بي تي وتبدا تقول له اتاكد لي من المعلومه، لكن ما بيكونش بالدقه للموقع ده شغال بيها، لان هو تركيزه مش ان هو يجاوبك على الاسئله قد ما تركيزه ان هو يتاكد لك من المعلومه، يعني بيتخصص في ان هو يجاوب على المعلومه.